أوفياء أما سبورت، مرحبا بكم مجددا على قناتنا باليوتيوب. تنبغي نشكر جميع الناس اللي تفاعلوا معايا في آخر فيديو اللي حطيت على فريق الكوكب المراكشي واستعدادات ديالو لمباراة القمة اللي غادي تكون اليوم ما بين الكوكب المراكشي والدفاع الحسني الجديدي برسم الجولة الخامسة. أعيد وأكرر، قمة الجولة الخامسة بامتياز. نتمنوا الفوز لفريق الكوكب المراكشي باش يكون في الصدارة ويتألق في هذا الموسم هذا الكروي. تنتمنوا لي حظ سعيد، لعابة غيكونوا إن شاء الله في المستوى، جمهور كذلك نتمنوا يكون حاضر بقوة في مباراة اليوم. حنا كمحبي الفريق الكوكب المراكشي غادي نلبيو النداء وغادي نمشيو إن شاء الله الملعب مراكش اليوم. وكعاشق فريق الكوكب المراكشي ما ناس اليوم، وفريق بكري وفريق بواحد الحماس كبير، وعندي واحد الماتش كذلك انا نمشي نلعب مع الدراري. ان شاء الله اللي ربحت يكون فيها الخير على الكوكب تاعي تربح ان شاء الله. وغادي نصور لكم فلوغ ديال اليوم كله، كيفاش غادي يدوز، كيفاش غادي نستعد قبل ما نمشي الملعب، نصور لكم الاجواء، الجماهير، الاراء ديالهم للمباراه. احنا وصلنا الملعب، غادي نبداو دابا ان شاء الله. سي خالد، اليوم لعبه الكويكا. سي عريف، شنو بالك في الراي ديالك؟ ان شاء الله بغيناهم ينتصروا ان شاء الله. يلاه هذه مع الجديده ياك. اييه غادي يكون انتصار ان شاء الله، بشي 3-0 2-0 ديجا قلتها لهم. يلاه الله يحفظك حمزه الحارس ديالنا. يعني بخير، يسعد الصباح. اليوم لعبه الكويكا اللي تنبغيو. وما كاين يسهمك. يلاه شنو غايديروا اليوم ان شاء الله؟ لا ان شاء الله 3-0. الله يحفظك. يلا رجعنا من الماتش، كان ماتش زوين لكن للاسف تضرب لينا صاحبنا وحبيبنا، تنتمناو ليه الشفاء العاجل من هذا المنبر. داكشي علاش ما كملناش الماتش، كان مزير، كنا خاسرين فرق بيت، لكن كان ماتش رائع وتصاب لينا اللعب. دابا غنمشيو للحلاق باش نقادو الحاله. يلا نطلقوا عند الحلاق. عادل ها هو تلاقينا به تيفطر. سي عادل خويا علي، يسلم علينا. هانيه تشهرتي وما بقيتي باغي تتواضع معنا. لا لا هو السي علي اليوم بين تو نطلع لكم السي علي، ديروا ليه شي ديكرازي نازيه. يلا حنا نتلاقاو في الصالون. يلا هيا حنا قرب ننسالي السي علي ديالنا. شكرا لك. وقلنا دابا اش بالك في مباراه اليوم بين الكوكب والجديد؟ اش بان ليا؟ ما بان ليا والو. واش يقدروا ينتصروا في هذا الماتش؟ لا محال. علاش؟ هاكا ما عمر شي فرقه في المغرب اللي دايره زين. سي عادل خويا شكرا على الاحسان. صحة وراحة نعمس، داكشي هو هذاك. الله يحفظك. دور ار ار. الله يحفظك السي عادل. خويا علي بصحة وراحة. يلا ادعي معنا الكوكب تربح. يا ربي امين. يا ربي الله يسهل عليهم. مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. احنا دخلنا للدار دابا عاوتاني، غنستريحوا شوية من بعد ما قضينا في الصباح كله ماتش، ومن بعد مشينا حسنا. غنرتاحوا دابا شوية، ندوشوا ونرتاحوا باش نخرجوا. غادي نمشيو لجامعتنا نضربوا دويره تماك، نشوفوا الاجواء تماك كيف دايره، نشريو الدرابو ديال الكوكب اللي شحال هادي ما كنت باغي نشريو. كل فرصه تنقول هذا غدا اليوم غدا اليوم غدا، واليوم ان شاء الله الفرصه جات نيت، وان شاء الله تكون فرحه ديال الجماهير اليوم وديال فرحه الفوز ان شاء الله على فريق الدفاع الحسني الجديدي باش نتصدروا مؤقتا ترتيب الدوري الاحترافي ب 10 نقاط. هذه ربعه دونك باقي ساعتين على الماتش. دابا حنا واجدين وغادي نمشيو ان شاء الله دابا جمعنا باش ناخذوا الدرابو ونشوفوا اراء شويه المراكشيين اش يقولوا على المباراه، ونتلاقاو نتلاقاو في التيران، نتلاقاو في لونطري ديال التيران، نشوفوا الجماهير قبل بدايه المباراه. جيبوها يا لولا جيبوها يا لولا جيبوها يا لولا. ما عرفتش واحد القضيه ديما تنغنيو فاش تنكونوا في الطروج، علاش فاش تشوفوا لا فيديو جاوبوني في لي كومونتير علاش كلشي تيغني في الدروج؟ تيكون طالع ولا هابط تيبقى يغني، سورتو لي ساكنين الفوق في الكاتريام ولا السانكيام. يلا عاد
بارد هنا بمدينة مراكش. نتمنوا اللاعبين والجماهير يخلقوا واحد الجو دافئ في الملعب ونتمكنوا من الفوز اليوم على الدفاع الحسني الجديدي. احنا كيف غادين نجمع فينا وتنتمنوا الفوز لفريق الكوكب مراكشي. شكرا لكم. السلام ورحمة الله. باقي ساعة على المباراة الكوكب، شنو بان لك الرأي ديالك؟ رابح إن شاء الله جوج لزيرو. واخا غيغيب اللاعب صاما كيما غاديش يكون؟ واخا كاين اللي يعوضو إن شاء الله جوج لزيرو، ديما كوكب. كي داير أخوتنا بخير؟ مراكشيين الكواكب القح. ديما نقول. داكشي اللي كاين إن شاء الله اليوم شي 3-0. وكيفاش كان الفريق هذا العام هذا كيجاك؟ الحمد لله غادي في تحسن. داكشي اللي بغينا وبغينا لهم القدام ان شاء الله باش حتى حنا نخدموا معاهم ويخدموا معنا. داكشي اللي كاين ان شاء الله. الله يسهل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ويا كي دايره الاجواء هنا في المدينه؟ الحمد لله كلشي مبرع كلشي بخير. امور هانيه الله يجيب الصحه والسلامه. باقي ساعه الماتش الكوكب، شنو بان لك؟ نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. النتيجه بعجاله بشحال غادي؟ النتيجه غادي تكون ان شاء الله ميسوره ان شاء الله. ان شاء الله شي 2-1 مزيانه خيره. وتحيه للكوكب. وفي نظرك غيكون الجمهور كثير اليوم ولا غيكون؟ ما شفتو معايا ما لقيتش الترابط الكوكب، قال لك يلاه تقاد عليهم وخديت كاشكول ودابا نمشيو للملعب ان شاء الله باش نشجعوا فريق الكوكب مراكشي. باقي اقل من ساعه على بدايه المباراه. التيران اجواء رائعه، عامره الدنيا هنايا بزاف، باقي النص الخارج، باقي بزاف الدنيا عامره الخارج. احنا قربنا ندخلوا للتيران نصوروا الاجواء. يلا مربوحه ان شاء الله شي 3-0 على الجديده، 4-1 في تطوان. مربوحه ان شاء الله ديما كوكو ديما غريزي بوز. مربوحه ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. Yeah.
الشوط الاول بفوز فريق كوكب مراكشي بهدف 2-0. الحمد لله الجمهور فرحان، اجواء جميله هنا بالملعب تيران عامر الحمد لله، ونتمنى يبقى هذا الفوز رغم طرد اللاعب بولسكوت، حتى جوج انذارات. يلا نتلاقاو من بعد المباراه ان شاء الله. ثواني فقط بعد انطلاق الجوله الثانيه من هذه المباراه، والكوكب المراكشي وهنا خطا مكلف 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 مكلف. الحمد لله نهاية المقابلة بفوز فريق الكوكب مراكشي بهدفين لواحد. حصل حظ فريق الجزائري حتى هو خدا بقطعة حمراء، لعبنا بعشرة ضد عشرة في الشوط الثاني. شكرا لكل الجماهير اللي حضرت اليوم ولبات النداء وجات ساندت الفريق الكوكب مراكشي. الآن عندنا 10 نقاط وحنا في الصدارة. شكرا للاعبين على القتالية وتبارك الله عليهم، فوز مستحق وشكرا لكم. يلا موعدكم مع فيديو اخر ان شاء الله وفلوق جديد. يلا تبارك الله عليكم. مبروك علينا هذه البدايه مازال مازال. حيوا فريقنا ثقه حره نديروها فال. اخيرا انا في الدار والحمد لله حققنا انتصار مستحق وانتصار ثمين، مكننا من الانفراد بالصداره مؤقتا في انتظار اجراء باقي المباريات. وها الوليد نعرفكم انا الوليد وربحنا الوليد. وليد ما ديما تيقوس على الكوكب ولكن اليوم ما صدقات ليش تقويسه ماشي مشكل. سي الحاج يلا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش اللايك والبارتاج والاشتراك في القناه باش تعاونوني باش نواصل الفيديوهات. شكرا لكم جزيلا، الى موعد لاحق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وديما كوكب.